أهلا بيكم في قناة التثقافية لأمراض مرضى المخ والأعصاب في عيادة الدكتور محمد حمدي. أنا النهاردة هتكلم عن موضوع مهم. كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا دخلنا في شهر شعبان، داخلين على شهر رمضان قربنا. كل الناس كانت بتسألني إيه يا دكتور حليم، ينفع نصوم ولا لأ؟ النهاردة بقى هتكلم على مرضى سكتات الدماغية، المقصود بيها اللي عندهم نزيف أو جلطة في المخ، اللي عايزين يصوموا ينفع يصوموا ولا لأ، وإيه النصايح اللي ممكن نقولها لهم ساعة ما يجي يصوموا. أول حاجة، إحنا كأطباء لما بنيجي نفكر مش كل عيانين الجلطات أو النزيف ما ينفعش يصوموا، في بعضهم ينفع يصوموا وفي بعضهم ممنوع تماما يصوم. الممنوع تماما يصوم زي اللي عندهم جلطات وردية، لأن دي بالجفاف ممكن تتكرر مرة تانية، فلا قدر الله بنحاول، لو اتكررت بتبقى مشكلة فبنحاول نتفاداها. برضو الستات اللي ماشية على حبوب من الحمل وجات لها جلطة قبل كده، دي برضو مش مفضل خالص انها تصوم في رمضان. اللي مسموح لهم ان هم يصوموا اللي جلطاتهم خفيفة وعاد عليهم فترة شوية من الجلطة، فان شاء الله بإذن الله يقدروا يصوموا. بعد ما لو عندهم سكر يظبطوا سكرهم، لو عندهم ضغط يظبطوا ضغطهم، والحاجات التانية دي برضو نحطها في الاعتبار، لأن القرار مش بيبقى قرار دكتور بتاع المخ والأعصاب بس، لأ دكتور السكر والضغط والبطنة كل دول بيتشاركوا في اتخاذ القرار. عايز أقول لحضراتكم شوية نصايح. المريض من ساعة ما يفطر لغاية ما يتصحى كل ساعة يشرب كوباية مية حتى لو صغيرة علشان يحسن الدورة الدموية بتاعته. حاجة تانية، يظبط ضغطه وسكره بصورة جيدة عشان دولت مهمين قوي. ما يتعرضش في فترة النهار للشمس بطريقة مباشرة عشان ما يحصلوش عرق غزير ويحصل له جفاف، وده يعرضه لا قدر الله لمشاكل كتير. يعني ينتظم قوي في العلاجات بتاعته ويظبطها على الفطار والسحور، ويخلي الدكتور يظبطها له قبل نهاية رمضان. ان شاء الله باذن الله لو انت بعد شويه الحاجات البسيطه دي باذن الرحمن يعدي رمضان باذن الرحمن جميل وخالي تماما من الجلطات ومن اي مضاعفات يا رب باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين.